السلام لجميعكم. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس يوحنا الذي بشر العالم بالحياة فالوصيل بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. كونوا في السكوت أيها السامعون، لأن الإنجيل المقدس يتلى الآن عليكم، فاسمعوا ومجدوا واشكروا كلمة الله الحي. قال يوحنا الرسول: عاد يسوع يقول لليهود: أنا أمضي وتطلبونني وتموتون في خطيئتكم، حيث أنا أمضي لا تقدرون أنتم أن تأتوا. فأخذ اليهود يقولون: أتراه يقتل نفسه؟ فإنه يقول: حيث أنا أمضي لا تقدرون أنتم أن تأتوا. ثم قال لهم: أنتم من أسفل وأنا من فوق، أنتم من هذا العالم وأنا لست من هذا العالم، لذلك قلت لكم ستموتون في خطاياكم، أجل أنا هو تموت في خطاياكم. فقالوا له: أنت من أنت؟ قال لهم يسوع: أنا هو ما أقوله لكم منذ البدء، لي كلام كثير أقوله فيكم وأدينكم، لكن الذي أرسلني صادق، وما سمعته أنا منه فهذا أقوله للعالم. ولم يعرفوا أنه كان يحدثهم عن الآب. ثم قال لهم يسوع: عندما ترفعون ابن الإنسان تعرفون حينئذ أني أنا هو، وأني لا أعمل شيئا من تلقاء نفسي، بل كما علمني الآب أتكلم، والذي أرسلني هو معي، وما تركني وحدي، لأني أعمل دوما ما يرضيه. وفيما هو يتكلم بهذا آمن به كثيرون. برك مراي حقا والأمان لجميعكم. الرسول بأكد بطرس بيقول انه هو سمع صوت الآب عم بيقول ليسوع على جبل التجلي: هو ذا ابني الحبيب الذي به رضيت فله اسمع. ويسوع بالانجيل هيدا يلي سمعناه بأكد وبيقول انه كل الكلام يلي عم بيقول لهم ياه سمعه من الله الآب، وكل الاعمال اللي عم بيعملها بيناتهم هي اعمال الله الآب اللي طلب انه يعملها. وبيقول لهم دائما: ستموتون في خطيئتكم إن لم تؤمنوا أني أنا هو. تعبير أنا هو كان الله دائما وقت اللي يحكي مع الأنبياء وخاصة مع موسى كان يعرف عن نفسه بهذه الطريقة ويقول أنا هو. وبيقول لهم عندما يرتفع ابن الإنسان عندها تؤمنون أني أنا هو. بزمن الصليب، زمن ارتفاع الصليب بالمجد، نتأمل بهيدي الآية ومنشوف قديش عظمة حب الله وصلت كرمالنا. لوين وصلت عظمة هيدا الحب؟ إنه الله الآب بعت ابنه يلي بحبه، ابنه يلي هو منه، صار إنسان ومات حامل خطايانا وارتفع على الصليب ليغسل بدمه خطايانا. ما من حب أعظم من حب الذي يبذل نفسه في سبيل من يحب. ويسوع المسيح ابن الآب يلي رضي عنه الآب بذل نفسه على الصليب في سبيلنا نحن، لهالدرجة نحن محبوبين.
هيدا الحب نفسه يلي بيشعر فيه ويلي بيحسه بقلبه ما بيقدر ما يشهد للكلمة، ويلي بيشهد للكلمة رح بيمر بضيقات كتير، وأقصى ضيقات ممكن واحد يمرق فيها هي الاستشهاد. مرت مورا سبقتنا ووراها إجا كتير، لمن عرفت عظمة هيدا الحب شهدت للكلمة حتى الصليب، وصار جسدها هو امتداد لجسد يسوع المصلوب. مشان هيك إخوتي، الشهادة يلي عيشتها مرت مورا والشهادة يلي مطلوب كل واحد منا يعيشها بحياته هي مبنية على هيدا المبدأ، مبنية على مبدأ أنه الله عطانا ابنه وابنه عطى ذاته كرمالنا على الصليب. قديش نحن كمان مطلوب منا أن نعطي ذواتنا في سبيل بعضنا، في سبيل محبة بعضنا، في سبيل تحمل بعضنا، لحتى نقدر نوصل لمجد القيامة بالمسيح يسوع. هيدا يلي عملته مرت مورا، وهيدا الاستشهاد اليومي يلي مطلوب من كل واحد منا أنه يعمله بعائلته. زلمي ومرته قديش لازم يحملوا من بعضهم، الأهل مع أولادهم قديش لازم يحملوا منهم، قديش واحد بشغله لازم يكون أمين، لأنه أمانته بشغله هي شهادة بهيدي الأيام. قدام هيدي الأفكار نطلب من الرب يسوع يلي رح بيتجلى هلأ قدامنا على المذبح تحت شكلي الخبز والخمر، أنه يضوي بنور قيامته بقلوبنا، لحتى كل خطايانا يلي بدنا نموت فيها تنكشف قدام هيدا النور يلي بيشفيها. نطلب منه شفاء من خطايانا، ونطلب منه نعمة أن نكون شهود للكلمة بهيدا العالم، لحتى نقدر نوصل للملكوت مثل ما سبقتنا مرت مورا وكتير غيرها من الشهداء. أمين.